إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الناظور. وتصبح الخير عليكم وصباحكم مبروك، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. إذا متتبعينا، أشنو رأيكم في الزوج منير الحوات اللي أصبح طبعا حديث الرأي العام المحلي هنا بالناظور؟ طبعا لأن هذه مدة الزوجة ديالو جمعات حويجاتها وهربات هي ولدها وخلاته تايه وخلاته غادي حماق. والغريب في الأمر متتبعينا، هذه مدة شي ناس من أكادير من عين زكان بالضبط اتصلوا به وقالوا ليه مرتك هنايا، صيفط ليها فلوس ترونسبور، ومسكين منير واحد الانسان دريويش ما قاريش واستغلوه وصفت ليهم 500 درهم. كيقول لهم دوزوا ليا مرتي، كيقول لهم مرتك ما بغاتش تدوي، مرتك بغات ترجع، صيفط لينا فلوس ترونسبور، صيفط لهم 500 درهم على حسب ما كيقول منير. على حسب ما كيقول منير، ما صرح به منير لقناة شوف تي في بالامس، قال لك صيفط لهم 500 درهم. ملي صافط لهم 500 درهم قطعوا عليه التليفون، ما بقاوش كيجاوبوه. هذه مؤخرا اتصلوا به شي ناس اخرين من عين زكان بالضبط، قالوا ليه مرتك راه هي معانا، ولدك هو معانا، صيفط لينا الفلوس. هاد المرات طلبوها كبيره، قال لك قال لهم 3 المليون، قالوا ليه 3 المليون، كيقول لهم ديروا لي ابيل فيديو، ديروا لي نشوف مرتي وولدي، نصيفط لكم اللي بغيتو، لانكم ديجا درتوها بيا، ديجا تفليتو عليا وضحكتو عليا، نصيفط لكم الفلوس باش تفليتو عليا التليفون. وطبعا منير مشى للشرطة، مشى النيابة العامة، والتحقيق راه خدام شغلو، والبوليس راه غايديرو خدمتو طبعا، وغادي يفكو هاد اللغز هذا كما قال منير، لأنه هاد الشي راه خطير جدا. مرة انت كتلقى كيتصلوا بيك ناس هما غرباء، تقول لك راه ولدك ومرتك راه معانا في انزكان، كيفاش تمشات من الناظور حتى لانزكان؟ هادشي ما فهمناش. اذا متتبعي قناة شوف تي في، اشنو رايكم في هاد القصة؟ هي صراحة كتألم، ديال الاخ منير الحوات اللي ديما خارج بواحد الكروسه بواحد الصنيديقه ديال الحوت، كيبيع الحوت وكيخدم بحلال وكيجيب الطرف خبز ديالو حلال، وكان عايش بخير مع الزوجه ديالو، وفجاه واحد النهار ملي خرج يخدم ورجع لقى مرتو هزات حويجاتها وهربات عليه، وبقى منير كيقلب ما خلا فين قلب في الناظور ما لقاهاش. ونتمناو ان شاء الله للاخ منير الزوجه ديالو ترجع ليه، ويرجع ليه ولدو. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله في القريب العاجل ان شاء الله يا رب. ولكن هادشي غريب متتبعينا، قال لك كيتصلوا بيا بعد الغرباء
ما كنعرفهمش وما كيعرفوني كيقولوا لي صيفط لينا الفلوس 3 مليون ونصيفطوا لك مرتك. قال لك منير ما فهمتش انا هادشي، واش اختطاف؟ واش كيف تزوني؟ واش بغاو ينصبوا عليا؟ طبعا خويا عبد الله قصه غريبه. لا خويا عبد الله مازال ما رجعتش، مازال ما رجعتش. كنتمناو الزوجه ديال منير ترجع للبيت الزوجيه ديالها وترجع ولدها، لانه راه منير مسكين راه غادي يحماق، منير مسكين راه غادي في الشارع تايه ما عارف شنو كيقول، ومحروق على الكبده ديالو، محروق على الزوجه ديالو، محروق على الابن ديالو. الله يحسن عوانو، الله يحسن عوانو. اذا متتبعينا، شنو رايكم في قصه منير الحوات اللي الزوجه ديالو هربات عليه، هربات ليه من الدار وزات ولدها وخلاته؟ وكل مره كيتصل به واحد كيقول ليه الزوجه ديالك راها في بلاصه فلان وفلان، ومؤخرا اتصلوا به جوج الناس من عين زكان قالوا ليه صيفط لينا 500 درهم وصافتوا ليه، صافت ليهم 500 درهم وسدوا عليه التليفون وخلاوه. يعني هذه عمليه نصب. منير مسكين لقاوه ما قاريش ما كيفهم، صافط ليهم 500 درهم ما عليه ما بيه، هو مسكين باغي غا مرتو وولدو، هذا الشيء اللي باغي، ما هاموش 500 درهم، ما هامو حتى شي حاجه، هام الهم ديالو هو مرتو ترجع ليه وولدو. طبعا طفاو عليه التليفون، دازت واحد المده خوتي المغاربه، دازت واحد المده اتصلوا به شي ناس اخرين قالوا لي غتعطينا 3 مليون وولدك ومرتك راه غادي يرجعوا ليك. وقال لهم طبعا قال لهم بانه راكم ديجا درتوها بيا، ديروا لي ابل فيديو نشوف مرتي وولدي وديك الساعه نصيفط لكم اللي بغيتو. قطعوا عليه بلوكاوه وطفاو عليه النمره. يعني الغرض ديال هاد الناس هادو باين باش يعاودوا ينصبوا عليه مره اخرى. نتمناو من منير يلقى الزوجه ديالو وولدو ويرجعوا ليه ان شاء الله في القريب العاجل، وهادشي اللي كنتمناو. اذا متتبعات متتبعي قناه شوف تيفي، وصلنا نهاية هذا البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.